بهذه الورشة ببجدور في مخيمات اللاجئين الصحراويين، تجتهد المرأة الصحراوية في الاعتماد على نفسها في سد حاجياتها في ورشة خياطة، والمنتج هذه المرة المآزر بمناسبة الدخول المدرسي. توزع على عدد العاملات. احنا بهذه الظروف اللي رأينا اعتمدنا، عدنا نفكروا فعلنا نعتمدوا على نفوسنا ونعدلوا شغلة العود وحناتي معتمدات بها على نفوسنا ومعاونات في اللجوء. قساوة الظروف وضعيتنا اللي احنا فيها، وقطعا علينا اعتمدنا بعلنا نعدوا تجربة في مآزر التلاميذ الصحراويين، الأطفال الصغار ما يشروا لهم أماتهم، ما عندهم باش يشروا لهم، ما يلودوا لهم، نحن نعدلوا إنتاجنا ونوزعوه على تلاميذنا وعلى مدارسنا. أمبريكا واحدة من العاملات في الورشة، منذ 5 سنوات لم تتأخر يوما للجلوس أمام ماكينتها، فكم من زي أخطته هذه الأنامل؟ هذا طابليات من 2013 شهر 11، وإحنا نخيطوا ونساعدوا الأمهات ونساعدوا هذه المساعدة بدون هما يشروها بقالية، نجيهم قاعة مخيطة هكا. أنا مهنة زينة وتبقى للمرأة تخيط في خيمتها، تخيط في أي بغلاصة بغات تخيط فيها تخيط فيها. الاعتماد على النفس. بمثل هذه النشاطات تساهم المرأة الصحراوية في دفع عجلة التنمية على غرار العديد من الورشات الأخرى. هذا كامل عدة الدول الصحراوية من أجل اكتفاء ذاتي بعد معاناة وطول اللوج، وذا كامل ارتأت الدول الصحراوية عنها تبني مؤسسات إنتاجية، من ضمنها هذا اليد العاملة هنا هي أساسا نساء، بما أنه هذا مركز يحتوي على النساء هما أقرب في الميدان هون يضايق يحضروا الموسم الدراسي اللي عادل مش محضرينه، باقي غير مكمليات شوي، والباقي واجد كامل راعيه منتج وله يمشي يوزع على المدارس وعلى التربيات. رغم ظروف اللجوء إلا أن المساهمة في الاقتصاد الصحراوي لم يكن يوما حكرا على الرجال، بل للمرأة الصحراوية أيضا نصيب من المساهمة.